لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خويا حسين بلمو تحياتي لك، خويا خويا محمد السلام عليكم، خويا عادل وعليك السلام. البارطاج أخوتي الله يسركم، البارطاج أخوتي. محمد الأمين عبد الودود تحياتنا للنسيرة خويا. السلام عليكم، السلام خويا، تحياتنا. رفع على سلامتكم، ربي يعيشكم اخوتي، بارك الله فيكم. تيتو خويا سمع دير البورطابل كان مشكل فيه، باش نعيط نروبوندي عليك. راه عندي مشكل في الشريحه تاعي، لازم نتصل بموبيليس. عاونونا في لي بارطاج، الله يسركم اخوتي، برك بارك الله فيكم. عاونونا في الاطراج. تحياتي للناس خنشله، كل تحياتي للناس ميله جمال، وعليك السلام خويا، بارك الله فيك. بارك الله فيك خويا عبد الودود، عيط لي يخرج عندي لابال، قلت لك عندي مشكل في شريحه الهاتف نتاعي. ما الله ما عم بالي، ما نعتذر من كل خوتي اللي عيطولي، اللي عيطولي عبر الهاتف وما قدرتش نتصل بهم، يعني معذره. وبارك الله فيكم، يعني قلوبنا راهي معكم، وهذه من المحبه ومعزه الله عز وجل. بارك الله فيكم كل، يعني ما عندنا غلو لا غيلة حتى من عند واحد. يعني بارطاجيونا اللايف، برك في الخليات يا جماعة يطلعوا. شوف تحياتي من جيجل، جيجل وجدنا بلاصه راهم بحروا فيها. ربي تحياتي خويا من المسيله، ربي يعيشكم كل اخوتي، بارك الله فيكم. يطلعوا معنا برك شويه اخوه، وعلى بالي ممكن نروق صلاه العشاء. خويا مراد على سلامتك، الله يسلمك اخويا، الله يعطيك شر. تحياتي للناس عين دفلا، الراشد تحياتي لك خويا المعتصم النموشي، بارك الله فيك. عميل هادي بارك الله فيك، طلعوا لنا برك معنا الجماعة، الله يسركم، يطلعوا معنا الجماعة برك. فاروق قال لك الحمد لله، الحق زاق الباطل، بفضل الدعوة تاعكم وبفضل الإخوة اللي دعونا وبفضل الله عز وجل، لأنه فتنا على مرحلة يعني نقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله، الحمد لله وشكر لله. هذا واش نقولوا. يطلعوا معنا يا جماعة برك، على بالي رانا طولنا باش نبداو، مشتاقين ورانا توحشناكم بزاف. و العمرة وقف عمر البيري لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا واش نقولوا احنا، ربي يهدينا إن شاء الله. هذا واش نقولوا، باش ما نبقاو نقولوا فلان باع ولا فلان باعش، هذيك ما. عبد الحفيظ عليك السلام أخويا. نبداو اخوتي بركو، بارطاجيونا اللايف، وان شاء الله اللي يكونوا لحقوا الوقت هذا ثاني. دائما نقول لكم السلام عليكم، وتحياتي من ولايه قرت، تحياتي لكل الابطال ولكل المتقاعدين على مستوى 58 ولايه. احييكم تحيه الاسلام، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أول شيء نبدأ بالصلاة على رسول الله، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد. خوتي المناضلين، نبدأ دائما في الموضوع ونبدأ في الشيء اللي صرا. أول شيء نشكر كل الناس اللي ضمنت معنا وكل الناس اللي تعاطفت معنا، وهذا هو الرجال لأنه تضحيات، وهذا شيء يصرى للناس الكل. كاين الناس اللي انضربت، وكاين الناس اللي تسجنت، وكاين الناس اللي طارت عينها، وكاين كذا. الا غالب احنا النهار اللي خرجنا رانا كنا غالب رانا قلنا احنا النهار الاول ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله ربي يلوحنا في كاش نفس مومنا، اللي والله انسان كاش مسؤول من المسؤولين يكون يخاف الله عز وجل وينصفنا في هذا الحق. اول شيء نبدا من مباشره من نهار الوقفه نتاع لوكانز ماي 2023 اللي كانت على مستوى مدينه مفتاح، اللي كانت وقفه سلميه، خروج متقاعدي الجيش مطالبين بالحقوق نتاعهم. يعني احنا نقولوا باش ما نحملوا مسؤوليه حتى الواحد، وما نقولوا حتى الواحد نقطه مليحه ولا مش نقطه مليحه. دروك صرا اللي صرا، احنا اول شيء ندعيوا في هذه الليله المباركه، ليله الخميس الى الجمعه، في هذه الليله المباركه ندعيوا انه ربي يطلق خوتنا، ربي يطلق خوتنا. احنا نقولوا ربي يطلق خوتنا خاطر احنا كنا نقولوا فلان باع وفلان ما باعش. انا كي خرجت وشفت يعني كيما نقولوا خويا ديدي كحله توفات امه، نقول له عظم الله اجركم واحسن عزاؤكم، اللهم يفرغ عليك الصبر، لانه مش شيء سهل انه واحد يكون ما بين اربعه مظلوم في السجن ويزيد يسمع اخبار انه توفت له الوالده نتاعو الكريمه. احنا نقول له ربي يصبرك وربي يرحمها، كما خونا تاع سطيف اللي توفى الوالد نتاعو، نقول له ربي يرحمه وربي يعطيك الصبر وربي يقويك ان شاء الله، يقوي الايمان نتاعك، لانه ماهوش شيء سهل انه انسان يكون ما بين اربع حيطان ويسمع خبر وفاه وزيد داخل مظلوم ومقهور وزيد يعني نقولوا كذا. وهذه مشيئه الله عز وجل، نقولوا لله ما اعطى ولله ما اخذ. احنا نقولوا ربي ان شاء الله يصبركم وربي ان شاء الله يقويكم. الشيء اللي صرا في الجزائر على مستوى الجزائر العاصمه وعلى مستوى ساحه الشهداء، اول شيء نشكر خوتي اللي كانوا معنا بكل واحد باسمه، سوى خويا بادا عادل، سوى اخونا الجيلاني، اخونا الجيلاني بن سعاده، ولا خويا مراد وهاب، ولا خويا كذا، خويا السيد ربح، وخونا لولو عبد الحميد، وخونا الضيف الجديد اللي نعرفكم به هو سي ملوك محمد. نحكي لكم القصه نتاعو كيفاش صرات، حتى كيفاش دخلنا للسجن وكيفاه. اول قبل ما ندخلوا في السجن، اول شيء قال لك من لا يشكر الناس فانه لا يشكر الله. او من هذا المنبر نتحي مدير السجن تاع الحراش الى اخر عون، وتحيكم بتحية الإسلام ونقول لكم بارك الله فيكم، وانتم صح عرفتوا قدر الرجال، لأنه كي دخلنا للسجن كانوا معاملين معاملة طيبة جدا، مش نقولوا معاملة طيبة باللي كل شغل، كانوا معاملين معاملة سبيسيال. نقول لكم بارك الله فيكم، من شاف دو كارتي ولا شاف دو تونسيون، حتى المدير، حتى ليزاجون اللي يفتح الباب ولا يبلع الباب، نقول لكم راكم أخجلتمونا بكرمكم. ويعني نقول لك تصرفوا معنا تصرف اقسم بالله العلي العظيم، يعني نقول لك ممكن ما عرفتش شريح نعبركم. انا نقول الا اللهم ينصركم وكلش. حتى من المساجين اللي كانوا معنا داخلين طايحين على الليريكا وطايحين على الكيف، تعاطفوا معنا والله صدقني، كانوا يروحوا يشرعوا ويجوا يقولوا كلمه مليحه، يقول لك يا خوتي انا معليش حكموا عليا ب 10 سنين ولا 50، بصح انتم والله غير ان شاء الله يطلقوكم. كانت الناس عاطفت معنا، لانه ربي سبحانه حرم الظلم على نفسه. ربي يقول بعزتي وجلالي ولأنصرنك بعد عين، للإنسان المظلوم. ربي يقول حرمت الظلم على نفسي فحرمت الظلم على نفسي وجعلتهم بينكم محرما فلا تظالموا. يعني نشكر الناس هادو نتاع الحراش بكل باسم ما عرفت واش رايح نسمي، سوى الطبيبه سوى كذا. خونا عادل بدا اللي كان مسكين يعني بأوبيراسيون، وراكم على بالكم باللي كان مازال الجرح نتاع الأوبيراسيون، وحنا كنا خايفين وكنا نتصلوا مع الطبيب نتاع الحراش تاع السجن تما، كنا خايفين انه يعوذ بالله عفاكم الله يكون حاكمه مرض خبيث، مرض الكونسار. اللي كان المدير السجن الملف نتاعو كان ما لحقش من باتنا باش يعرفوا الشيء اللي عنده واللي ما عندوش. يعني كانوا بارك الله فيه من المدير والاخرى، كانوا كل يوم الاثنين دايرين له رانديفو عند الطبيب سبيسيال في مصطفى باشا، كان كل اثنين جورني يروح يفوتوا في مصطفى باشا. يعني والله ما شاء الله كانوا يعانوا فيه في المرض نتاعو، كان يعني قاسي كان لانه هو مريض. كان خونا لولو عبد الحميد عنده مرض القلب، مسكين انسان كبير دفعه 88، يعني اللي انسان كان مسكين فايت حتى طريق. آه
يعني والشيء الشيء اللي 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 زاد إصراء أكثر من هذا، خونا لولو عبد الحميد اللي تعرفنا عليه في السجن، اللي هو ماهوش متقاعد، اللي ضموه لينا حنا، عنده جنسية، نزيد نغسلكم راسكم، عنده جنسية من السويد، عنده دبلوم روج، باسبور روج، عنده جنسية سويدي وإنجليزي في نفس الوقت، مهاجر للتراب الوطني من 99، من 99 هاجر التراب الوطني وضموه في القضية تاعنا. احنا كي كنا على مستوى ساحة الشهداء كما سمعنا الناس بعد ما حكموا خوتنا بلوكانز، احنا يوم 17 تلاقينا في ساحة الشهداء، كنا مريحين على مستوى ساحة الشهداء، تلاقينا خونا شاكر، كان خونا رضا، كان خونا لمين عزومي، اتصل بينا خونا تاعتي بازا اللي كان في لجنة الانضباط من بعد تفكر اسمه، كانت الناس بزاف كانوا مناضلين ما نعرفهمش يعرفونا، كانت يعني الحالة في الاخرى كانوا مريحين. اتصلنا بمروان، اتصلنا بمروان، كان مروان قال لك يا اخي، قال لك كاينه حاجه، قال لك خوتنا راهم يشارعوا، قال لك راك راهم خوتنا يشارعوا، ماذا بينا نشوفوا الساعه الوقفه. احنا مريحين كما هكذاك يعني حتى قريب الساعتين ولا الواحده ونص، والله ما كنتش على بالي بالساعه لانه المهم الظهر كان يظلم وحنا مريحين على مستوى الساحه هذا، حتى نصدموا علينا الشرطه بزدم ما فهمنا والو، وودونا الى مقر الشرطه. كي رحنا الى مقر الشرطه ريحنا تما، ما كان والو، كان يعني مبازين على عاد البدا بزاف، وانا كان مبازين علينا بزاف. دخلت معاهم انا للشمبره هذيك نسمع فيه هضر في التليفون، والله العظيم وغدا نجمعوا نسمع فيه، قال له المهم لازم ندير لهم قضيه، ندبر راسك ندير لهم اي قضيه، المهم يدخلوا السجون. هادو متقاعدي الجيش يا سيد الرئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون، هذا يهضر ويقول انا هو ربها، وقال كلام يعني انا هو ربها، وما كان حتى واحد في الجزائر. انا هو ديك الهضره تاع الولاد الصغار اللي ما نقدرش نهضرها في اللايف لانهم كاين ناس محترمين. من بعد حب يضربنا في، مش يضربنا نقولوا ضرب، حب يماصينا في بعضنا باش نصحوا، ما خاطر ما كان حتى واحد ضربنا جمال دي وحق، ما ضربنا ولا ما قالوا لنا كلام فاشل، حب يماصينا مع بعضنا. قالنا خوتي راهو كاين المنسق تاع العاصمه رضا شوقي هو اللي يبيعكم وهو اللي جاكم. ضحكت انا قلت له معليش كي بعنا رضا شوقي، ولا ما جبتش رضا شوقي، قعدت انت تقول بعنا، قلت له ما كان لا بعنا لا رضا شوقي لا بعنا فلان. قال لك المهم احنا اتصلوا بالوكيل الجمهوريه تاع محكمه باب الواد نتاع بينام، اتصلوا فيه في هذاك الليل. الشيء اللي انا عرفت باللي الشيء الامور كانت مفبركه، وكانت يعني المهم يحوسوا يباصيوا ناس، صدقوني نزع منا هاتف البورطال، الهاتف الهواتف نتاعنا نحوهم، ادونا لباب الواد، وحنا في سته في باب الواد، وحتى جاء هذا سي ملوك محمد، ملوك محمد جابوه من باب الواد مسكين، كان بالسياره نتاعو اقسم بالله العلي العظيم السياره نتاعو تسوى اكثر من مليار ونص، انسان شبعان لاباس به، وهذه حقائق تكون. كان مقاري قدام الباب تاع البلديه سيدي محمد، المشكل تاعو واش نقول، لابس كومبا ماشي تاع بارا، كومبا تاع جماعه الروس والجماعه اللي كيما اللي صيدوا بها كذا، ولابس واحد النوادر دوك اللي فيهم بليتوز هذو، انسان بيجري على روحو وجا ماشي جابوه. هو السيد هذا كان ابلي تقاس في 16 في 89 الله يجي كرواه كيما كذا ما على باليش، ويخلص 1,400,000 تاع الاخر، جابوه وضموه لينا حنا، والله السياره تاعو خلاها بمليار ونص. دخلنا للسجن عيط وكيل الجمهوريه لخوه ولا ما على باليش، داروا الاجراءات هذيك باش دار السياره تاعو اللي تجي الفولون تاعها على الجهه لا دروات بيام الاخرى، بيام الاخرى. المهم نسمع فيه قالوا المهم لصق ودز معاهم باش علاه هما واش كانوا حابين يديروا، حابين يكثروا الفيكتيف نتاع اي واحد متقاعد يجي فايت، المهم باش يكبروا الفيكتيف باش يثبتوا علينا تهمه التجمهر ولا ما على باليش وكل شو كذا. خونا لولو عبد الحميد تاع سوق الهراس والله ما نعرفوه مسكين، جا فايت الطريق كان واش يدير، كان جايب مسكين ملف نتاع البنت نتاعو اللي نقولوا له ربي يشفيها ان شاء الله باش يهز الرانديفو نتاعو، ما يحبوا يحكموا لنا حتى ورقه. صدقوني عاد الباده حكموه بكارت مونيتيك، عنده لاكارت مونيتيك ما شدوش، المهم انا الاسم تاع الوالده والاخرى داروا اسامي، المهم ادونا باش نقصر لكم قصه، هزونا ادونا مباشره الى الوكيل الجمهوريه. دخلنا الوكيل الجمهوريه ولا يعمر في واحد الوراقي، ومن بعد انت شحال تخلص وكذا. قلت له انت سيد الوكيل انا كيف راك تقول لي شحال تخلص انت، انا على داك حاجه علاش من اصلك مجيب لنا لهنا؟ قال لك اخويا انا اقراو، جبد الملف قال لك اخويا اقراو، واش راني كاتب لكم؟ انا درت لكم تجمر غير كاين شغل زعما، درت لكم غير حاجه تافهه برك. قلنا كون جاوت كون جيتوا عرايا والله نتاع كيف والله نتاع مخدرات مانيش نعطيكم تقراوا الورقه، كون راني دخلتكم مباشره بصح انتم تاوعنا ديك الحشوات اللي كنتم تعرفوها بك انا ما نبقى نهضر فيها.
قلت له انا قلت له سيد الوكيل معليش نهضر معك. قلت له انت السيد اللي جبتوه درك بالليريكا درتو له انه شارع على برا كانوا داروا موتو فوري كنت شويه تما هضرت معاه. المهم ما دخلوناش جيت سيلونا قاعدين تما ما درنا لي ليمونوط ما درنا حتى حاجه وهما كانوا يبازيو كانت كاينه تليفون ضاغط ما على باليش التليفون هذا نقول له حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الظلم ظلمات يوم القيامه ودعيوا عليه. المهم كان ضاغط عليهم يعني من بعد نسمعوا فيه كلي شغل جانا بوليس يمسك لي الضباط هذوك تاع الشرطه قالوا لنا والله غير راهم يكافحوا كان واحد الضابط من جوايه الشرق من خنشله والله غير قالنا اقسم بالله العلي العظيم راهم ضاغطين عليهم هنا قالنا يعني واش نقول لكم ربي يقدر الخير ان شاء الله هو هذا واش نقول لخوتي. دخلت قلت له سيد الوكيل قلت له الحقوق نتاع الانسان انسان كي تاريتي عنده حق في مكالمه هاتفيه انه يتصل بالاهل تاعو والله يتصل بالمحامي تاعو والله. قال لي معليش قال لي من بعد دوك نعطوكم الهاتف. المهم ما حبوش يعطونا الهاتف يعني احنا تحكمنا من الساعتين حتى للتسعة نتاع الليل. جابوا القاضي اللي يرضي والله يمشي في الطريق نتاعهم باش ما ندخلش في البوليتيك هذاك داروا لنا الموتو الفوري داروا لنا الموتو الفوري. كانت جلسه فيها قاضي وكيل جمهوريه وذاك كاتب الضبط يجي من جهه منا قال له واش طلب النيابه ديريكت. القاضي قال للنيابه ما متفاهمين على بعضهم قال له واش طلب النيابه قال له نديروا من الحبس الاحتياطي ساعه ومن بعد لو 24 يشرعوا. هذه لو 7 ماي ادونا للسجن يعني الشرطه ادونا يعني الشرطه اللي لابسين الكومبا بارك الله فيهم يعني والله يعني حتى لي مينوت ما قدروش يديروها ما يعني دخلنا للسجن دخلوا للسجن حطونا يعني في بلاصه ما شاء الله باش ما نحرقوش ما ممكن تشكر جماعه السجن بارك باصيهم والله ما على بريش حنقول لهم بارك الله فيكم وربي انتم درتوا شي لله لوجه الله بارك الله فيكم. تسنينا لو 24 رحنا شرعوا لو 24 من بعد بدات لنا الهضره تاع لو 24 واش دار تما في الجلسه انه ما قدرش يحكم. قلت له ناس سالته قلت له يا سيد القاضي انا سالتك المره اللي فاتتك سؤال وراني مازال نسال سؤال نتابع على اساس درت لنا الموتو الفوري تقيس واش يقول لي القاضي. يقول لي يا بنونه لقيت واحد حتى الاسامي تاعنا قال لي يا بنونه راني درت لكم الموتو الفوري لانكم انتم كل واحد من الولايه خفت تهربوا. قلت له علاه انا توفي سلال ولا حداد اللي نهرب انا وعلاه نهرب سما راكم تقولوا لا انتم العداله ما كانتش يا خويا ان الناس عندها منتظر يا صاحبي عندهم الناس عندهم منتظر نطقني ونجي شارع لا لا. قال لك معليش ان شاء الله فيها خير للترونتيان. حنا كنا متوقعين كما راكم انتم الساده الشاهد المشاهدين اللي راكم تشوفوا فينا كل كنتم متوقعين باللي نخرجوا لوترونتيا مي كثرت فيها الضغوطات وكثروا الضغوطات كثروا الضغوطات. حنا نعرفوا في القضاء انه دائما جماعه المساجين ولا اللي يسمعوا الاحكام يبداو بهم هما الاولى ومن بعد يبداو بيشرعوا تاع برا خلونا حتى للوحده. كنت مريحين حنا عجوية الوحده جاونا خوتنا تاع البوليس جابوا لنا كاين واحد الناس جابوا لنا لي ساندويتش والماي كثر خيرهم وكذا. دخلت سانطافيا كي دخلت سانطافيا قلت لهم يا جماعه دخل الحكم نتاعنا والله نقولها قدام بعد عاد كنت نطلع انا من الطاقه قلت لهم يا جماعه دخل الحكم نتاعنا. قالوا لي كيف دخل الحكم نتاع جماعه. قلت لهم انا نقول لكم الحكم نتاعنا دخل في سانطافيا هذه سانطافيا بيضاء ساز ما على باليش تاع الشرطه ما باليش تاع شكون. قلت لهم هذا هو الحكم نتاعنا لو دخل عند القاضي. قالوا لي ما كانش منها وكذا. قلت لهم معليش اخي ما كان حتى مشكل. قلت لهم الايام بيناتنا ونثبت لكم باللي الحكم نتاعنا دخل في سانطافيا سافرنا في سانطافيا. قلت دخل في السكودا دخل في السكودا هذيك دخلت السكودا وكريو في راس هكات الاخرى هذيك دخلوا طلعوا الاخرى بين من الوحده ولا الوحده وعشرين بهبطوا. كي هبطوا كان الحكم قاسي جدا ونزيدكم حاجه قبل ما يكون الحكم باسكو النيابه هي من اصل ضمندات عام منافذ يعني هي النيابه هيك اللي غرق الشرع كما نقولوا احنا ضمند عام منافذ يعني على الاقل ما جاء عيادي شارع والاخر هذاك لولو عبد الحليم ملوك محمد كان داير قاضي داروا لنا خزر فينا عاود كل الشغل كوبي كولي واش نطق الوكيل الجمهوريه القاضي قالنا راك مع بعام سجن نافذ 10 ملايين غرامه ماليه. صرا لي صرا ودخلنا للسجن ودخلونا للسجن واش رايح نقول لكم اخوتي هذا هو النضال وهذا هو الامور لازم الناس تضحي. كاين ناس حنا نقولوا معليش حنا دخلنا للسجن نرجع لخوتي باش نفتح قوسين شي اللي غادنا من خوتنا حنا كانت الناس نقول لهم ربي يهديكم ان شاء الله كانت الناس تفتي والناس تقول بعد القضيه هذا هو الشيء اللي حان الوقت باش ما تبقاش تخون في صاحبك. حنا حبوا يخونونا حبوا تما في السجن قبل ما ندخلوا للسجن قالوا لنا باللي زعما مروان هو اللي باعكم وهو يا رضا شوقي وكذا. انا فيلم هذا قديم هذا فيلم تاع قبل ما قبل الثوره هذا نتاع تقول لي فلان باعك باش تروح انا نكون شي مع فلان وكل شيء. انا حقي لو عند مروان وحتى في المحاكمه كانوا حابين ياسيستيو ياسيستيو باه نقولوا حنا تابعين تابعين العمار البيري انتم المجموعه التنسيقيه انتم تابعين العمار البيري يا ودي. قلنا لهم انا قلت لهم انا ماني تابع العمار البيري لاني تابع القدور لاني تابع الجمال انا تابع لوزاره الدفاع وحقي في وزاره الدفاع. قال لي الوكيل الجمهوريه السؤال باسكو كيهضر لي قال لي وكيل الجمهوريه قال لي
قال لي بالك حنا نجيبوا سما رايحين ننفعوكم مازال ما دخلوناش الحبس. قلنا بالك ننفعوكم بكاش ميساج ولا حاجه. قلت له انت واش راح تنفعنا بعد السيد رئيس الجمهوريه في الحمله الانتخابيه هضر على الحقوق نتاعنا ويوم القسم هضر على الحقوق نتاعنا وهضر يعني قدام الملاء العام والخاص يعرف باللي رئيس الجمهوريه وعدنا بالحقوق نتاعنا. وكانت الصدمه اللي قبل رصيدنا رمضان انهم اعطونا 200 الف وزادوا ليهم هما واش يحبوا. احنا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ميساج نلحقوا لخوتي حبينا نلحقوا ادعيوا لخوتنا وما تسمحوش لخوتكم اللي راهم في السجون. يعني انا قلت لكم كي نشوفوا ديدي كحلا انا يعني الحمد لله عليك يا ربي انه الواحد خرج لقى العائله نتاعو كاينه كاملا. كلمة قالها وكيل الجمهورية كان بدا عاد الرد نتاعو قاسي قال لك نسمع فيه قال له باللي داك نخلعوهم ندخلوهم الحبس لازم باش يخافوا اصحابهم الليل. قلت له سيد الوكيل احنا ما نخافوش نخافوا من ربي سبحانه. احنا انا قلت له نحكي على نفسي انا بنونه جيت مولا 17 سنه جيت مولا تصريح بتصريح ابوي انا كنت نضرب 9 اشهر قلت له ما نهبطش. قلت له انت باش تحرق لنا قلوبنا ما تقدرش تحرق لنا قلوبنا ولا تخوفنا. قلت له برسكو انا واحد من الناس اعوذ بالله انا توفى الوالد نتاعي ربي يرحمه في سنه 2002 توفى كان 9 اشهر ما شفتوش وكي جيت لقيته بعد التراب. هذه تضحيه من تضحيه انا بالك الاخر اللي قدمت كاين ناس قلت له تحرمت في العرس نتاعها ما تلقوهمش يعني قد ما نحكيو. حنا قلت له كنا ناكليو الكورنيت باف وناكليو البيض المشرشن بالست ايام وبالسبع ايام ناكلو. كانت مداخله الخونة الاستاذ عيادي محمد مداخله قويه واللي نشكره من هذا المنبر نقول له بارك الله فيك يعني كما نقولوا بهدلهم. قال لهم مهما يكونوا لا احنا ولا انتم ولا اي انسان فيكم دافع كما الناس هادو وما نقدروش ندوهم حقهم. وقال له يا سيد القاضي ما تقدرش تمثلهم كما راكم تمثل جماعه الكيف ولا جماعة المخدرات. هادو ناس لازم تحترمهم انت بلا مزية منك. يعني ما خلاش الهضرة كان في المستوى المطلوب وانما وش قال وش يدير ميتشيد غسالو. كانت القرار قاضي قاسي عليه ما يقدرش انه يفصل في القضاء. وحنا الرسالة هذه اللي رايحين نوصلوها باش ما نسبوا حتى واحد نقولوا للقاضي وسيد الوكيل الجمهورية تاع باب الواد نقولوا لكم اذا كان حكمتوا بالقانون والمادة راكم سامحين دنيا واخرة. واذا حكمتونا ظلم انا والله ماني سامع في حقي وحقي نديم عند الله عز وجل وهذا هو ربي حقي هو اللي راح يجيب لي حقي. ما كان حتى واحد راح يجيب لي حقي يعني لانه اللي خطر علاه لانه والله نقول لكم والحمد لله انها تعاطفت ونشكر اخواننا المدنيين على مستوى كل الولايات اللي تعاطفوا معنا اخواننا المتقاعدين اللي على بالنا احنا كنا في السجن وانتم كنتم ما تقدروش ترقدوا. كاين زملاء هنا في تندو في تقورت كيخرج لقيتهم يعني لقيتهم يعني كاين اللي ما قدرش يضحي كاين اللي من الزملاء نتاعنا هنا والله بنته ولاد داو الباك ما والبيام ما قدروش يحتفلوا. قالك الزملاء نتاعنا في السجن صمتوا العيد على خوتنا المساجين اللي كانوا برا صمت عليهم العيد صمت عليهم كلش. خوتنا المتقاعدين لان عطلهم اصحاب النفوس الضعيفه نحكي خاصه على ولايه تقورت هذه باش نتاع قوس. انا ما قلت حتى الواحد لم لي الدراهم وما قلت حتى واحد وراني قلت العيادي ما لموش الدراهم باسمنا باسكو حرقونا هنا ومشات استقلاله وعاد نرجعوا نتاع لميت لي وما لميتليش وامور. نشكر خويا باللمو نتاعتهم وشنت لاني اللي سمعت الاخبار نتاعو فريني وقال ولايته مش طاحت عليها 3 ملايين كان دفعها من ماله الخاص. نقول له يا خويا باللمو حسين ربي يبارك لك في مالك واولادك. حنا ما تمنيتش باللي انا كنت تلم الامور كما هكذاك. كانوا خونا رزيق فوزي وخونا رضوان تاع قالما وخونا عزيز نهار خرجنا من السجن لقيناهم. انا تمنيت اني نلقى منسق الجهوي تاع الجنوب وما لقيناه لا المنسق الجهوي تاع الجنوب ولا النائب نتاعو ولا الامين المال. احنا نقول لكم معليش احنا ماشي ما جيناش احنا دخلنا ظلم بصح. انت كي تحقر صاحبك غدوه رايحين يحقروك. نقول لك حاجه اي متقاعد الناس كانت تسب في عمار وتقول عمار باعها ولقينا الهضره يدور حتى في السجن. عمار عطوه فيلا عمار مرسيدس عمار نعرفوه باللي كان يتصور تحت المرسيدس خاصيته. عمار صارح بالحرف الواحد قال يا خوتي انا كانت عندي اف 2 كي كبرت عليه العائله راح بدلها باف 3. من الناس اللي كانت تهضر عليه نقول لهم عمار راهو في الحبس. اللي كانت حضر حقك عند بنونه ولا عند بادا عادل دخلنا الحبس اعطوكم حقكم ولا ما اعطوكمش. الناس اللي كانت تروح يعني نقولوا ربي يهديهم كانوا يروحوا لعند السلطات الامنيه انه باش يبيع صاحبه ولا باش يدير كذا. رانا دخلنا للسجن يا خويا وكانت الفاتوره تاعنا غاليه جدا. دفعنا الفاتورة تاعنا غالية لأنه حركت قلوب الأهالي تاعنا والأولاد تاعنا. احنا يوم اللي سمعنا النتائج تاع البكالوريا كان خونا بن سعادة الجيلاني بنته دات الباك بمعدل 14.50 لأن الطفلة نجيبة جدا كان المعدل تاعها غير فايت 18
من الشوك نتاع باباها جابت معدل ب 14 وليدو الدال الاهليه. خونا عادل اللي كان يرقد على الكراج 3 شهور نقولها ممكن ما حكاهاش وانا نحكيها، كان يرقد على الكراج لانه كان عنده مرض وصدقوني كنا مخبيين عليه، اتصلوا بينا حتى تما كنا نخافوا انه خفنا يكون عنده المرض الخبيث لانه كانت واحد الاعراض ماهيش مليحه تظهر فيه، يعني كان كل شغل يعني كانت عجلوا بارك الله فيهم على اداره السجون كانوا يدوه للمصفى باشا ودوه بلا الملف، الملف نتاعو من بطنه كان ما لحقش الملف نتاعو ويعني يدوه للمصفى باشا كانوا يدوه في الاخرى. نقول لكم احنا يا سيد القاضي ويا سيد الوكيل الجمهوريه ويا سيد الانسان الطاغيه اللي طغت بالتليفون وقلت يدخلوا للسجون وما على باليش، راك ما تقدرش تحرق لنا قلوبنا لانه احنا فوتنا شيء اكثر من السجن. احنا بتنا على الرشيات وكلينا البطاطا المشرشمه في السجن، ياكلوا الماكله سخونه وعنده الدوش وعنده الكوافير وعنده لاصال تاع سبور وعنده وين يقرا وعنده البانوار يجوه كل 15 جور. احنا كنا نضربوا ب 9 شهور ما نهبطوش لوالدينا، راني قلت لك 9 شهور رهبط لقيت بابا متوفي ربي يرحمه في 2002، جيت لقيته بعد 9 شهور ما شفتش الصوره نتاعو كان داهي، ما كان لا بريه لا تليفون الوقت هذاك، وانتم تقولوا حرقتوا لنا قلوبنا. نقول لكم شكون ضريته، ضريته ناس، ضريته امهات كبار في السن واللي تشدوا في جيبوا فيهم الحراج ب 700 و800 كيلو. نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، حرقتوا قلوب لاولادنا اللي يعني نقولوا بكاو وكانت العيد عباره على جنازه، يعني حرقتوا ناس اللي كان ما الفرحه نتاعهم ما تمتش لولادهم داو الباك وداو الاهليه، حرقتوا لهم قلوبهم. نقول لهم ان شاء الله ربي يتولى امركم، احنا هذا هو الشيء اللي نقدروا نقولوه. والناس هذيك اللي كانت تبقبق هنا كانوا يجوا الاهالي نتاعنا ناس، والله نشكر خويا محمد عيادي نقول له بارك الله فيك، زملاء نتاعنا كانوا يجوا عنده الناس اللي يخلعوا فيهم قضيه سياسيه وعروا باصوا باصوا. نقول لك هو الحكم بيد الله عز وجل. ونزيدكم حاجه، اقسم بالله اللي دخلنا راجل واللي خرجتنا امراه، خرجتنا القاضيه تاع الرويس ونقول لها بارك الله فيك لانك نصفتينا بفضل الله عز وجل، نصفتينا واعطتنا كما قالت هي بالحرف الواحد، قالت لك البراءه تم وكل المصاريف على عاتق الدوله وعلى خزينه الدوله. نقول لها بارك الله فيك لانك سمعتي وكنتي درستي وخزرتي في الملف نتاعك مليح، وهذا الفضل يرجع لي بعد الرجال الخفاء اللي ما نقدرش نسميهم في الفيسبوك، رجال خفاء اللي كانوا خدموا الخدمه نتاعهم وبارك الله فيهم. احنا كما قال نقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله، كفاكم سبا وكفاكم كذا، والله ما بقوا لنا غير بعضانا ونخزروا لبعضانا. الناس اللي كانت تروح تستشفى فينا، انا ما عنديش بالامس القريب متقاعد من المتقاعدين مزور شهاده طبيه باش يستعمل كل الوسائل الطرق باش ندخل الحبس، بصح حنا الحمد لله قال لك الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، حتى السجن تاعنا دخلنا له مرفوعين الراس ودخلنا من اجل القضيه، وحتى كي دخلنا للسجن سخرنا ربي ناس يخافوا الله عز وجل ومشاو معنا بالامور الانسانيه. صدقوني حتى من المساجين تاع الكيف والمخدرات طايح ب 20 و 15 سنه ويتعاطف معنا، تلاقينا حتى من العصابه كاينه حاجه صح نشهدها شهاده لله. انا واحد من الناس كنت حط العصابه ما كانوش في الحبس قبل، قلت ما كانش، شفناهم بالصوت والصوره وتكلمنا معاهم، سوى الوزير الاول بدوي والله، سوى بوضياف وزير الصحه والله، سوى جمال الولد عباس، يعني كادوا شفناهم يعني تما، مش يقول لك العصابه راهي في السجن وراهي تتعاسب. حنا بصح اللي دفعنا على الوطن وكنا البارح في الصفوف الاولى في الميدان كانت الفاتوره تاعنا غاليه، وحنا باش خرجنا ما خرجنا حتى بحاجه، خرجنا بفضل الله عز وجل وبدعاوي نتاعكم انتم ربي سخرنا الناس، لانه ربي قال حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم بينكم محرم، هذا هو الشيء اللي خرجنا. نعتذر ثاني مره ثانيه من خوتي، ما قدرتش ممكن نرجع في الهاتف لان لحد الساعه الشريحه ما كانتش، تمنينا الناس نقول لهم ربي يهديكم، الناس ربي يهديكم اللي كنتوا حاطين بلي الحقوق نتاعكم عند فلان ولا علان من المتقاعدين الجيش، راهم كل في الهوى سواء. كانوا يحوسوا على رئيس خليه الاعلام، باش نعطيك حاجه هذه نهضرها لخونا ابو فارس، كانوا يحوسوا على رئيس خليه الاعلام لان يعني كتب والله غير صدقوني في ساحه الشهداء كانوا حافظين، كانوا متقاعدين بزاف تم بصح ما يعرفوهمش، كانوا يحكموا الناس البارزين نتاع اللي كانوا ناشطين في القضيه ومن اجل القضيه، كانوا حابين حتى على ابو فارس كانوا حابين، يعني انا ما على باليش بلي يسموها رمادة مصطفى، انا كنت نعرف غير ابو فارس يحوسوا قال لك راه تاع الاعلام تاعكم رمادة مصطفى، قلت له شكون هذا رمادة مصطفى؟ قال لي لا باش قال لي باش عرفت بلي ابو فارس يسموه رمادة مصطفى لاني نعرفه ابو فارس. يعني نقول لك الناس راهي تضحى
الاخرى كاينه ناس اللي ما يقدرش يدير جام وكذا ويضل يسب في خاوته ويقبع فيه ونقول الله يا ربي يهديك. نرجعوا لللايف نتاعنا اللي كانوا قبل، واش كنت نقول؟ نقول يا خوتي يا خوتنا رحمه على والديكم، الا كان ما تجوش معنا ما تسبوناش، ما تسبوناش، ادعوا لنا برك. باسكو كي تسب انت الزميل نتاعك وتقول له صارك وتقول له خاين وتقول له فلان، راك تضعف في نفسك، راك تضعف في نفسك، لانك كي تسب متقاعد كيما انت راك رايح تضعف نفسك. والحمد لله راكم شفتوا الفاتوره كيفاش كانت دفعتها الناس، وكانت دفعه الثمن نتاعها غالي بزاف. وقد ما نقول لكم فوتنا احنا، انا كنت فكر ديدي كحله اقسم بالله العظيم راني ندعي له في السجود نتاعي، يا ربي عندي استجابه، يا ربي راه وعدنا عبد مظلوم ان شاء الله يخرجوا، لانه راهو مظلوم زوج ظلمات، امه توفات وهو ما بين اربع حيوط، وزيد مدخلين له للسجن الظلم، نقول ربي فك اسر نتاعو. خونا تاع ستيف لي تاني توفى باباه، وكاين اللي توفات بنته، وكاين اللي خسر، يعني نقول لك كاين اللي كان قريب خسر حياته، كاين اللي ما عندوش مدخول، كاين اللي كان ساكن كاري في بعرة برا. يعني نتمنى من خوتينا هادو، نقول لكم يا جماعه ما تروحوش العائلات بارك الله فيكم، ما تبقوش تروحوا العائلات تقولوا مش يخصكم، ديروا امور، ديروا امور، ديروا امور نتاع الناس اللي كيما نقولوا حنا نتاع اللي يديروها الناس الاوفياء والرجال. ادي شيء مكتوب من عندك اللي ربي موسى عليك، هز 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 الشيء، روح اديه للعائله هذيك، ما تبقاش تطبطب عليهم ولا تحوس تصور ولاده ولا تصور اهله. يا جماعه نفيقوا برواحنا يا خوتي، انت طاح لك واحد في السجن، نخلي الخلافات جانبا ونروح نشوف، لانه هذا يمثلك وتمثلو. ها هو الشيء اللي لازم نوصلوا له يا اخواني الاعزاء. ونزيد باش ما نزيدش نطول، راني نشكر خوتي كل من دعا لنا في الدعاء، او سوى شارك بماديا او معنويا، او حتى دار وقفه، او حتى دار ما على باليش كلمه طيبه قالها. ونزيد نشكر راه هذه سبيسيال، هذه نشكر الناس اللي استشفوا فينا من الزملاء تاعنا وقالوا جابها في روحه، والناس اللي كانوا يقولوا فلان طاير وجابها في روحه. نقول لكم بارك الله فيكم، لانه ربي يحرم الظلم على نفسه، ودعوتكم ما يستجبها لكمش ربي، ما يستجب لكمش ربي الدعوه نتاعكم، ولات لينا احنا خير. انتم صاركم كما قال الداعيه هذاك اللي جا وقالوا له فلان هضر فيك، قال لك كي يهضر فيك شري له رطب، الرطب هذا تبر من النوع المخير، اديه له. قال له علاه؟ قال له لانه بارك الله فيه راهو يعطيني في حسنات لم اتعب عليها، مرحبا بحسنات لم اتعب عليها. الشيء اللي كاين نقول لكم ربي يهديكم خوتي، قبل ما ترعوا حتى حاجه شوفوا الاهل المساجين الله يسركم، اتصلوا بهم في الولايات اللي عندكم المساجين، اتصلوا يا خوتي باهل المساجين، لانهم يبكوا الدم، لانه كاين اولاد على دخول المدرسي، كاين اولاد ما فوتوش العيد، كاين اولاد نقول لكم هما داخلين على الدخول المدرسي، كاين اولاد عندهم، كاين متقاعدين راهم في السجن، راهم يكريو يا خوتي، راهم كاريين ديار. انا الحمد لله عليك يا ربي انه الواحد الحمد لله مفرجه، وربي يفرج على امه محمد الكل. كاين ناس راهم والله مكاريين، روحوا يا خوتي اختيكم من قالوا ولم الدراهم وما لمس الدراهم، كون عندكم شويه نخوه، حاشاني نهضر على الناس اللي ما مشوش الطريق المستقيم ومازال يهضروا، يدير عندكم الاخوه راحوا خلصوا لهم الكيرا 6 شهور ولا 7 شهور، انا عيطوا لي اخويا اعطوني سي سي بي نشارككم اخوتي، راني من تقرت اعطوني سي سي بي نشارككم، لاني ضقت المر وعلى بالي المر وش يسوى، ما نبقاش نهضر فلان فيه وفلان ما فيهش. ما تروحوش يا جماعه تبقى تطبطب، تروحوا لاهالي كما قالها مثل نقولوا احنا بكري، قال له واش ياكل يا المريض، ما نقولوش واش ياكل يا المريض، جيب له واش ياكل المريض، ما تقولوش واش ياكل يا المريض. هذا هو الشيء اللي حاب لازم نوصله. وفي الاخير باش ما نطولش عليكم شويه، راني والله غير تعبان، ويعني درت هذا اللايف لاني متوحش خوتي بزاف بزاف، متوحشكم، ونقول لكم بارك الله فيكم يا خوتي. اتصلوا بالزملاء نتاعكم، وحاولوا تتصلوا بهم، وحاولوا تعاونوهم بشيء على الاقل تمسحوا الدموع نتاعهم. حنا في السجن اقسم بالله العظيم لقينا هادو طحكوا تكوني ناف، وهاد الناس المعاليم والله غير صدقني غير هما، وكانوا ما يعني يصعفوا معنا، تصدقوني انا شخصيا اعوذ بالله من كلمه، انا هاد الناس نتاع اللي لباس بهم ودخلوا للسجن يعني درهم الدور برا، ما والله العظيم هذه ثاني زيد ما نسميش الاسامي، جوني قالوا لي اقسم بالله اعطينا السي سي بي، الا كان داركم ما عندهمش كذا اعطينا السي سي بي، ولا كاش ما تتصل بواحد نفرسوا له دراهم ولا حاجه لله في وجه الله. قلت لهم الحمد لله الكفاف والعفاف، والله يعني اللي نقولوا عليهم عصابه ولا غير كاين اللي يتصلوا بينا، اقسم بالله العظيم قال لك اعطونا حتى الاخرى نديروا يا خوتي مالا اليد في اليد ووضع الجنبات خالفا. انا ما نهضر حتى على واحد، انا قلت تمنيت انا كي تخرجت من السجن ولقيت خويا فوسي رزيق من سوق هراس جا، ولقيت خويا الاخر نتاعنا قواسميه من قال ما جا،
ولقيت يعني الا الجهه الجنوبيه نقول لكم ربي يهديكم. جاوا الزملاء والاصدقاء نتاعي خويا مهاني عبد الله ورمون اللي مش رايح نرجع لكم الخير نتاعكم مانيش عارف كيفاه رايح نرجعوا. لقيت الاخ نتاعي يجيب لها مزيه منه ولقيت ياسين بوخشبه كان يصيف جال تما. بصح عيب عليكم، انا كنت تمنيت كان المنسق الجهوي كان يكون تما، كيما ما جاش منسق الجهوي نتاع الشرق معليش ما جاش لتما. بصح بعث رضوان قسميه كان نائب الجهوي نتاع الشرق. حنا ما نقدروش نلومو فلان ولا فلتان، بصح هاد الامور باش ما يكونوش فتنه، لانهم حتى الجهازات الامنيه راهم ضربونا في بعضانا وحبوا يديروا فتنه بيناتنا. يجي يقول لك راهو بنونا باعها باعكم وفلان وخدم بيكم، وهاد الهضره والله كانت مشات. وحابين يعني باش ننصبوا حنا في عمار ونقولوا عمار اللي خرجنا، قلت لهم انا هذا عمار ما نعرفوش، والحمد لله عاد الخويا شاهد. قلنا لهم احنا ما نتابعين لا العمار ولا للمروان ولا حتى الواحد اللي تهضر عليه، عندنا حقوق خرجتنا خرجنا الظلم والحقره. احنا عندنا رساله حبينا نوصلوها للسيد الرئيس، السيد الرئيس، لانه على بالنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وهاد الناس نقول لكم ربي يهديكم، ونقول لكم حتى تاني في الزملاء تاعنا في التنسيقيه نقول لكم رايحين تخلصوها، لانكم اديتونا الجانب السياسي قبل وكنا رافضين الجانب السياسي، هاكم اديتونا الجانب السياسي. نطلبوا منكم اللي كنتوا تروحوا تدونا الجانب السياسي، ماذا بينا تروحوا تتصلوا بالناس هذوك السياسيين اللي طلعوا برلمانيين على ظهرنا وطلعوا ديبيتي وسيناتار، روحوا اتصلوا بهم، يتصلوا بوزير العدل يشوف حل الزملاء نتاعنا، ولا علاه يجيو يديو غير الاصوات نتاعنا. يا كنتم كنتوا تهضروا معاهم وكنتوا تروحوا لهم وتعرفوا تنيغوسيو معاهم وعندكم الارقام الهاتفيه نتاعكم، يا خويا روحوا اتصلوا بهم، يتصلوا بوزير العدل. كاين ناس راني نقول لك قد ما نهضروا حنا وقد ما نهضروا على الالم ما نقدروش نوفيو خونا ديدي كحله اللي توفات الام نتاعو وهو مسكين في السجن. يعني ممكن راهو الضمير تاعو يأنب لك الحق والخبر، يقول ماك لك ويحمل في نفسه مسؤوليه، يقول لك بالك امي من الزعاف والمزيريه والهم والحزن اللي بكاتوا عليه توفات امه في السجن. يعني نقول لك اقسم بالله كانت فاتوره قاسيه جدا، كانت فاتوره قاسيه جدا نقولها وزيد نعاودها بالاخرى. وفي الاخير نقول الحمد لله والشكر لله انه ربي سخرنا قاضيه تخاف الله، سخرنا ربي قاضيه تخاف الله عز وجل. كانت في محكمه الروسو نطقت بالبراءه، قالت انا ما نقدرش نظلم ولاد الناس، الملف نتاعهم فارغ ما فيه والو، يعني براءه تم وكل المصاريف على عاتق الخزينه. هذا الخبر نتمنوه يسمعوه خوتنا كذلك في البوليده. ويا خوتي يا خوتي والله نقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذه اي واحد نقول لكم غدر صاحبه ولا تكلم فيه ولا هدر فيه نقول له ربي يهديك الغدوة الجمعة ربي يهديك. بصح نقول لك أي دعوة للمظلوم حنا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا هضرت على الناس، راني كي نقول الناس قلت ما يلموليش الدراهم، لأنه لموها بطريقة فوضوية بزاف، لموها بطريقة فوضوية. ويعني باش ما ندخلوش في سين وجيم نقول لكم تحياتي ليكم كل، وإن شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير. وسمحوا لي للناس اللي ما ربونديتش عليهم، نقول لكم سمحوا لي بالك راهو مش عارف الشريحة نتاع الهاتف ماهيش نورمال. والشي اللي نقدر نزيد نقوله نقول خوتي راهو كي البارح كي اليوم وما كان حتى مشكل. بصح حنا نقولوا قشقوش رشيد، تسلق قشقوش رشيد، قشقوش اخويا راكم الجنوب، نقولها لكم راني زاعف منكم، ما كان حتى واحد زال السجن وما كان حتى واحد وقف معنا وقف رجوله. تحيه لجماعه الشرق وجماعه الوسط وجماعه الغرب، تحيه اخويا باللمو بارك الله فيك. الشي اللي درتو يعني في قسنطينه في الرينيو انك دفعت ال الاخر المبلغ ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك. خوتي ما نزيدش نطول عليكم، خونا بنطاطا رانا شفنا الوقت اللي درتها في تيار تبارك الله فيكم. خوتنا تاع اللي داروها في الاخرى داروها في واش يقولوا له في الطرف، نقول لهم بارك الله فيكم والحمد لله. حتى الناس من وراء البحار هضرت علينا والناس داخل البحار، نسكر حتى من الائمه. يعني تلاقيت واحد الامام قال لي والله كان كل جمعه ندعو لكم، ندعو لكم انت يعني المساجد انت وانا تاع تقرت ايمه تقرت، نقول لكم كل بارك الله فيكم. دعيتوا لنا وكانت الدعوه تاعكم مستجابه من الله عز وجل، كانت فيها حكم وانصاف المحكمه الالهيه على البراءه. ونقول تبارك نقول بارك الله فيكم اخوتي، نقول لكم بارك الله فيكم اخوتي، وان شاء الله تكون اخر الاحزان اللي خوتنا المتقاعدين، لانه الفاتوره دفعوها قاسيه جدا. احنا كي نشوفوا خونا رضا والله ان المزيه انا قلت الجماعه وعادل في الموجود قلت لهم المزيه رضا كان هبط للسكوار مع لامين شيطانه، تصور رضا عينه طايره وزيدوا ندخلوا الحبس، يعني الظلم على ظلم والله غير بزاف. خونا الهاشمي والناس اللي دفعت الفاتوره ثاني نقولوا الاخرى، الفاتوره اللي دفعت بعمار وعزيز هما الاولى بدات، الناس اللي تبعت قضائيا وضيقوا عليهم، الناس داروا لهم مشاكل،
نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكر الرجال الأمن، مازال كاين رجال الشرفاء في الأجهزة الأمنية، والله غير انترفانو وطيشوا الكعبات اللي عندهم الكل. حنا كي طحنا كانت الناس نقول احنا الشرطة واش داروا، بعثوا اللي يرجي هنا تاع تكورس باش يزيد يبعثوا. انا شوف الشيء اللي نحير فيه، الشيء اللي نحير فيه هذه نمثل لكم خلاصة. تلقى مثلا احنا الزملاء تاعنا هنا تاع الجنوب يروحوا يديروا في يعيطوا الجهة ويقولوا نحوا بالنونة مش منسق، والله غير شارعت وداروا البي في هنا باسكو بعد سمانة داروا التحقيق بعثوا هنا تاع تكورس باللي بالنونة هو المنسق هو اللي مش. قلت ضحكت انا للقاضي قلت له قال ضحكنا لانه نقول لكم على ضحكنا لانه الزملاء تاعنا يقسيو فينا هنا وهم يثبتوا علينا احنا باللي راني منسق تكورت، لانه احنا قاعدين ندبزوا على مناسق وهميه ها هو فلان نحوه فلان ما نحوش، واللي هيك بعثونا اقسم بالله قال لي انت اخويا راك منسق اول، قال لنا كما كان بالحرف الواحد قال لك راك انت منسق نتاع تكورت انت هو اللي تمثل هي في تكورت وتمثل في الجنوب كله. قلت له انا ما نمثل الجنوب ولا نمثل تكورت، نمثل نفسي ما قلت ما نمثل حتى واحد. قال لي التقارير اللي بعثوها نتاع تكورت صافي ديريك كتبوا، قلت له هذاك بيان ما نقدرش نقول كي كتبوا هذاك بيان كبير، انا خويا راك سقسيتني جاوبتك على السؤال. يعني واش نبين لك هذه الحكايه كيما نقولوا الناس يقول لك انا ما نسعرش بعمار، عمار كي يحسبوه ولا غير يحسبوه على منسق وطني حبينا ولا كرهنا، حبينا ولا كرهنا. كاين حوايج ما نقدروش نغطيهم، كاين الناس يقول لك عزيز ما نسعرش به، عزيز كون يتحكم راح يتحاسب على منسق. قلت لكم سمونا رماده مصطفى يعني حابين يهزوه لانه معنا بالهم به هو رئيس خليه الاعلام. انا قلت لهم انا ما نعرفوش هذا، صح ما نعرفش رمضان مصطفى، نعرف ابو فارس انا ما نعرفش باش عرفت باللي هو اسمه. يعني احنا واش يديروا يخرج لنا واحد الناس نتاع اللي داير لي نواره في الاخرى ومانيش عارف داير لي تبون في وسط البروفيل نتاعو يبقى يسب في الناس، وانا فلان يمثلني وفلان ما يمثلنيش. وخوتنا تاع المنظمه نقول لكم بارك الله فيكم راكم تطعنوا في الظهر، نقول لكم انتم على الاقل نقول لكم انتم على الاقل احنا على الاقل رانا خرجنا ودفعنا الفاتوره وانتم شديتوا البيروات وشديتوا الكرطابيات وزادوكم الدصومين، ونقول لكم هاكوك هو حقهم الدصومين. يكثر خير الضباط اللي كانوا مريحين وكان داو 3 ملايين و4 ملايين زياده، ما نهضرش بزاف وباش ما ندخلش نخلي النايف هذا نضيف. بارطاجيوها اخوتي الماكسيمو، تحياتي لكم. وقد ما نقول لكم بارك الله فيكم ما نقدرش نوفي لاني على بالي كاين ناس مخلصين دعاو وكاين الناس مشاو، حتى الناس يعني قلت لكم الناس يدعوا لنا بالشر وكانوا يضحكوا في القهاوي ولحق لنا ابو الكابتور تاعكم كله حكي لنا في المكالمات. يعني قرينا واش قلنا لكم بارك الله فيكم بالشر نتاعكم والحسد نتاعكم انصرنا ربي، بس ربي حرم الظلم على نفسه قال لك ولا انصرنكم ولا بعد حين. وهذا هو المشكل اللي كاين والله المشكل. قشقوش رشيد قال لي والله المشكل في المنسق الجهوي للجنوب، انا نقولها لك بكل صراحه قشقوش عيط لي ومهزيتش عليه وغضني منه الحال بزاف، لانه في الفتنه جا هبط هنا نار الانتخابات هبط هنا. لا انا نحرت على تحمل في المسؤوليه لنفسك منسق جهوي ما عندكش نايب، على ما يهبطش للسجون، على ما يهبطش للمحاكم يشوف الزملاء، ما ندخلش للبوليتيك هذا خلينا نهضروا في الجنوب وحدنا باش ما ندخلوش. تحياتي للجميع والسلام عليكم اخوتي وبارك الله فيكم.